يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم يقول في تعريف العبادة هي كمال الحب مع الخضوع، ويقول إن هذا أصح من قول بعضهم كمال الحب مع تمام الذل، لأن الخضوع هو الوارد بالشرع في الشرع، أما الذل فلم يرد. على هذا الكلام، هذا كلام باطل. الذل، الذل لله، والخضوع، الخضوع الذل وش معناه؟ معناه الخضوع، معناه الخضوع. نعم.